بلاد السياسة وليل سكتر سيفيليزي كافية كامل دين والله ما يكون فهمين كورتش نارا ومصمور في كل مكان مصمور ترابو السياسة مرفوع في راجل سبت كيفاش كانت تحضيرات النادي الافريقي الشامبيونات بصفه عام؟ والله كانت تحضيرات طيبه. الحاجه اللي تفرح اللي اكتشفنا معناها لاعبين من الاواسط اللي ظهروا امكانياتهم واللي باش نعملوا عليهم سناء، واللي حتى استراتيجية نتاعنا كل تبدلت خاطر شفنا اللي عندنا لاعبين اواسط اللي عندهم مكانتهم سناء في فريق الاكبر. وتحضيرات طيبة، لعبنا دي ماتش أميكو، لعبنا مع الفريق القومي انتصرنا عليه، لعبنا مع النجم الساحلي وانتصرنا عليه، ومكارم هدية والامسيا مولدية الجزائر وانتصرنا عليها. هذو ما كل معناها مقابلات إن شاء الله باش يرجعوا بالنفع للفريق ونبدأوا بهم سيزون، نبدأوا إن شاء الله سيزون بالقدا إن شاء الله. معناتها مانك انت اونسيان جوار، ربما باش يكون باش يسهل لك هذايا معناتها في الخدمه نتاعك معناتها كرئيس فرع وفي المعامله مع اللاعبين. بيان سور، واحد بالاكسبيريونس، واحد كما قلت لك معناها نحكيو فرد لغه انا واللاعبين والاطار الفني والطبي. معناها عندنا سور لوبجيكتيف، متفاهمين من الاول. بون كانت الاستراتيجيه نتاعنا الانتدابات وهذا الكل، توا معناها شفنا اللي عندنا لاعبين اللي كي نعطيوهم الشانس نتاعهم ويلعبوا سنة قدرة ربي المستقبل النادي الافريقي بشر كان بكل خير. فما معناها الكورون متعدي ما بيني انا واللاعبين والاطار الفني، هذا كل ترجع معناها فما لاعبين حتى لعبت معاهم شاد لي معناها فما صديقه روف بن سمير عزين التازني، هذا كل معناها ليكيب هذه ان شاء الله باللاعبين الشبان واللاعبين الكبار ان شاء الله باش نعملوا ان شاء الله موسم طيب السنه. فماش لاعب اجنبي سنة؟ والله اللاعب الاجنبي سنة، احنا شقلنا شنو معناها الفكره نتاعنا، يجي لاعب اجنبي معناها باش يعطي البلوس، باش يعطي البلوس ويكون معناها ظاهر، معناها الفارق يكون ما بين اللاعب المحلي والاجنبي ظاهر، فما فارق كبير. لكن باش يجي لاعب اجنبي اللي هو يكون ميم نيفو كلاعب تونسي، هذا زايد معناها لعبوا اولادنا، اولادنا اكتسبوا الخبره. واللي نعرف انا عندي ثقه اللاعبين الاواسط وحتى السينيور اللي عام دون زانون دون دوزون يوليو خير من اللاعب الاجنبي. دونك جبنا زوز لاعبين اجانب قاموا بالتيست ما قنعوناش، دونك خيرنا تو باش نسكروا الباب هذا يا من عاش من هنا لديسمبر وباش نلعبوا باولادنا. وكما قلت لك معناها في البريود هذه اكتشفنا لاعبين اللي عندهم مستقبل كبير في النادي الافريقي. الموسم يبدا نهار السبت، كان تحكي لنا شويه على التحضيرات تاع الفريق. ولا الموسم يبدا نهار السبت،
معناها تحضيرات كانت في المستوى عندنا شهرين معناها نحضروا، لعبنا ما يقارب 10 مباريات ودية في مستوى باهي، معناها لعبنا مع فريق معناها من فرنسا نونتير، لعبنا مع بطل الجزائر لمسيا، مع المنتخب القوي، مع النجم الساحلي، مع المهدية، معناها كانت معناها تحضيرات في مستوى باهي، مع اللاعبين نتاعنا في المنتخب 7 لاعبين زاد كانوا في البرازيل شاركوا مع المنتخب. معناها انا راضي على التحضيرات وان شاء الله نكونوا جاهزين لبدايه الموسم هذا. الطموحات نتاع الفريق الموسم هذا؟ والله طموحات مش امس كان التتويج، مع الناس النادي الافريقي مهما كان ديما يلعب كان على التتويج، عملنا الهزينه الكاس ان شاء الله السنه نعملوا كيف ولا خير من الموسم اللي فات ان شاء الله ربي يوفقنا. عندنا عده وجوه شابه في الفريق، شو كيما شغل الفريق مخضر، معناها معدل الاعمار صغير برشا، فما برشا لاعبين صغار معناها باش ياخذوا اكثر فرصتهم العام هذا، معناها جروب بلوز إلارجي على العام اللي فات. البطوله تبدا نهار السبت، كان تعطينا كلمه على التحضيرات تاع الفريق. والله احنا كيما معناها ليكيبات الكبار معناها بدينا على بكري قبل رمضان، خاطر فما حاجات معناها ما تنجمش تعملها، ما دخلتش تعملها في رمضان، دونك توا عندنا اكثر من شهر واش معناها خدمه. عملنا زاد برشا ماتشات تاميكو الحمد لله كلهم ربح، هذه حاجه معناها تبشر ان شاء الله بالخير. وصحيح معناها المباريات الرسميه مش كيما معناها الوديه، اما كمان عندنا توا باز باهي ونويو باهي باش ننتميو الشامبيونان ان شاء الله في كما احسن ما يكون. معناتها الفريق كيفاش حضر معناتها كما نقولوا البريباراسيون تاعو كل شيء، عندنا معناتها مجموعه باهيه هذيك اللي تعرفوا عاملينها، زدت معناتها تعزت بعض الجوارات بعض اللاعبين، والحمد لله معناتها قمنا معناتها بتحذيرات باهيه ان شاء الله ربي يوفقنا. كان نحكي على يعني الطموح بيرسونيل نتاعك انت، مش تنتظر من الموسم هذا؟ الموسم هذا كالعاده انا نحب نقعد الامور نادي الافريقي بالدوبلي اللي هو معناتها ديما كوم اوبجيكتيف سكي سور، ان شاء الله كان موجود دوبلي ان شاء الله بقدره ربي تيتر المهم. ولي على المستوى الشخصي يعني. المستوى الشخصي هو الحقيقه نتاع ربي لي جوز اولمبيك، معناتها مع نكون مع الفريق الوطني الكبر ونفوزوا بكاس افريقيا وان شاء الله بقدره ربي علشان نمشيو لجوز اولمبيك. كالعاده معناها تعرفوا النادي الافريقي ديما معناها نكونوا ديما نحضروا من اول عام، ديجا نبداو من قبل برشا جمعيات تحضيرات السنه بقدره ربي، ناويين على الشامبيونا باش نعديو الشامبيونا باركور باهي خير حتى من عام ناول. وكتشوفوا معناها الافكتيف إلارجي برشا جوارات طلعت من جونيور، جبنا جوارات من برا وان شاء الله معناها يقدموا الاضافه ويحسنوا مردود الكلوب وترونا في الشامبيونه من خير ان شاء الله. نشارك مع الكبر النادي الافريقي هذا شيء شرفني حاجه كبيره برشا بالنسبه لي انا، هذاك هي السنه هذاك شنو نحب نوصل له يعني. سمعنا عليك برشا كلام باهي معناتها ان شاء الله اون تونك فيتور جوار، كان تحكي لنا شويه على انت معناتها مسيرتك في كيفاش جيت للهوند، كيفاش تكونت في مدرسه النادي الافريقي؟ والله انا من الاول كنت ما بديتش من الاول في النادي الافريقي، بديت في المرسى غاديكا لعبت 5 سنين، ومن بعدك جيت للنادي الافريقي كيف كيف قعدت 5 سنين في النادي الافريقي، جيت مينيم لعب مينيم كادي وتوا نورمالمون عمري جونيور، اما 3 سنين ولا مع لي كبر وناني نترينا كا هذيك المسيره. اي فوالا.